أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد في محطتنا هذه. نسلط الضوء على موضوع يختص بالمشاريع الصغيرة، حيث تشهد ساحة الأعمال السعودية مشاركات متزايدة من قبل الشباب والفتيات في استثمار الفرص المتاحة لهم والانخراط في مشاريعهم الخاصة، مستفيدين من الدعم الكبير الذي توفره لهم الدولة. إلا أن حماية هذه المشاريع الصغيرة من الفشل يحتاج إلى ترشيد عدد الموظفين قياسا طبعا بالمشروع، حتى لا تطغى جوانب المصروفات على الأرباح فيختل التوازن. مشاهدينا الكرام، مستشارة الموارد البشرية الدكتورة غادة عبد العزيز الصويغ ترشدنا إلى الحلول وأفكار لتجنب الوقوع في هذه المشكلة. يعطيك ألف عافية وشكرا تواجدك سيدتي. الله يعافيك. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا رب. دكتورة غادة، بالفعل يعني الموضوع جدا واقع، كثير من المشاريع الصغيرة لدى الشباب والفتيات بيكون طموحهم يعني السماء بداية أكيد. المشروع بعدين للأسف صحيح. بتصير شوية إحباطات وشوية إشكاليات بيطيحوا فيها، بتكون فخ لهم دائما لأن هم ما بيلجأوا للدراسة. تتفق معي بدي الجزئية؟ أكيد. 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 طيب بداية يعني كخبيرة في التنمية البشرية، كيف يتم تحديد الهيكل الوظيفي للمنشآت الصغيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بداية تشكيل الهيكل الوظيفي أو عدد الموظفين أو غيره دائما يعتمد أول شيء على فكرة النشاط نفسه أو المشروع نفسه قبل ما يعني ينخرط في الهيكل وإيش هو والعدد أول شيء أفكر إيش النشاط اللي أنا حسوي، إيش مشروعي حيكون، إيش الحجم المالي اللي أنا حقدر أحطه فيه وأدعم المشروع فيه. وبعد كده يصير يعني أول شيء بنحدد النشاط، أول شيء النشاط اللي هو الفانكشن، إيش الفانكشن اللي حيتسوى على أساسه المشروع. بعد كده طبعا اللي هي المادة، إيش هي اللي حقدر أنا أحطه، إذا كان هو تمويل إذا كان غير كده، وعدد الموظفين يجي تباعا لحجم المشروع أيوة أو حجم المشروع. مثلا إذا كنا بنتكلم إحنا عن المشاريع الصغيرة اليوم أو المتوسطة، يعني مثلا إذا قلنا مشروع صغير زي تأجير مكتب تأجير سيارات، طيب هذا العمل الأساسي الكور حق العمل هذا أو المشروع ده بيكون سواقين، السواقين يعني سيارات. طيب أنا كم سيارة حكون، كم أنا عندي، نقول مثلا خمسة سيارات، خمسة سيارات معناته أحتاج خمسة سواقين، هذا العمل حقي الأساسي. طيب أي عمل أساسي يحتاج support services نسميه الخدمات المساندة، معناته أحتاج حاجة في المحاسبة، واحد يحسب لي الفواتير اليومية، أحتاج طبعا المدير اللي حيدير المشروع ده، المحاسب اللي هو حيشرف على كمان واحد للإشراف إذا قلنا بنتكلم على صيانة السيارات، يا إما يكون من برا يكون نسموه اللي هو الأوتسورس، يعني مو شرط يكون موظف عندي، يكون يجيني بالأسبوع أو حسب، يعني هي كلها خمسة سيارات بنتكلم. شخص فريلانس يعني؟ أيوة إذا كان هو حيجي يشوف السيارات قديش عمل لها يعني عارفة صيانة دورية، الاي تي سيستم كمبيوتر مش عارفة ايش اشياء البسيطة. فدايما اي عمل اساسي بيكون فيه الايش السبورت تبعه، يعني وكل شغل على حسب ما هو. كيف يحدد انه انا مثلا واول مرة بيعمل المنشأة، كيف يحدد ان انا محتاج اي تي شخص للاي تي؟ في عادة ايش المشكلة اللي احنا احيانا بنطيح منها، اقول لك اوفر اجيب واحد منه اي تي، منه محاسبات، منه مش عارف ايه، منه استقبال، ما يضر اذا كان يعرف مثلا، يعني مسكين الرجال بيتنتف وهو يعني ماسك 70 شغلة في ان واحد يعني. يعني مثلا احنا لو دحين بنقول كم العدد، طب انا عندي خمسة سيارات وخمسة سواقين وعندي محاسب، طيب السيارات دي حتاخذ مساحة، طيب مين حيحرسها في الليل؟ هي قاعده كده اكيد اكيد حق المحاسب والاي تي كله. لا فهذا يعني في شغلات يقدر مثلا يقوم بيها المدير اذا هو صاحب المشروع، يقدر اذا كان شاطر في المحاسبه يعمل المحاسبه حقتها ما في مشكله، لكن مثلا حراسه المكان يحتاج رجل امن، فهذا يعني ما في يعني. فهذه يعني اول شيء الماده اللي عنده هي اللي تحكم حجم المشروع. فاقول مثلا انا احتاج واحد محاسب او حتى محاسب اخذه اوت سورس عشان ما يصير يجي يشوف الحسابات عندي بشكل اسبوعي.
فعلى حسب المشروع زي ما قلت لك. يعني ممكن الموظف الواحد او الشخص اللي عامل في منشأة واحدة ممكن يقوم بمهمة او مهمتين؟ ممكن اذا كانت لسه صغيرة، وبنتكلم عن عدد بسيط، بس كل ما بيكبر كل ما يحتاج اشخاص او دعم زيادة. ايوه طبعا التكنولوجيا بتساعد في الشيء ده، وال حسب زي ما قلت لك حجم المشروع نفسه. تمام. طيب بالنسبة لجزئية مرة مهمة، أحيانا لما الواحد بيبتدئ مشروع بيقول لك أنا بجيب موظفين، فبيصير يسأل بشكل عشوائي، تعرف فلان يشتغل كذا، تعرف فلان مثلا ممكن يعمل لي كذا، فبيجي واحد مثلا ما بيكلفه كثير فبيقول لك أوكي أنا أشتغل لك كذا وأنا سريع أتعلم، وفي ناس ما بيعترفوا أنهم بيتعلموا، يقول لك أنا اتولدت وأنا بروفيشنال يعني. طبعا اختيار الشخص المناسب للعمل أو للمشروع أو للوظيفة جدا مهم، اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، يعني هذا أول حاجة ننظر لها. السؤال ما يضر، بالعكس إني أنا أسأل اللي حواليا، أشوف مين موجود، ناس من القرايب ممكن تدعمني، ناس من اللي أعرفهم في خارج يعني نطاق مثلا العمل أو داخله، السؤال دائما كويس. بس كيف أنا أقدر أتأكد؟ لأنه ممكن الشخص ده لو بس أعرف إنه عنده بعض المهارات، يعني يمكن في بداية ما أحتاج مهارات جدا كبيرة، فأتأكد إنه هو عنده المهارة المطلوبة للقيام بالعمل. يعني واحد مثلا أنت تبغى موظف يعمل تليفونات يكلم شركات أجنبية وهو ما عنده اللغة، طب كده يعني هذا عنصر خلاص ضاع، يعني ضاع الشغل. ما أنت بتطلب وكذلك كمان حتقيسي عليها تانية. حتقيسي عليها أشياء تانية، فأنت الشغل بسيط وما تبغين بداية على طول يتنكس. فجدا مهم الاختيار هذا. يعني ما انت لما بتختاري حد كمان، خلينا نرجع نفس الجزئيه، تبغي واحد يكون مؤهل واكسبيرينس او خبره ويقدر انه هو يقوم بالمهمه هذه، ما في احد حيجي واحد عنده باك جراوند او خبره اكسبيرينس او الى اخره ويطلب مبلغ بسيط الا ما حيكون تكلفته عاليه. طبعا يعني بس زي ما قلت يعني ممكن نلجا للاوت سورس، انه مو كل شيء اقدر انا اجيبه عندي ولازم ادفع له، ممكن يكون زي بالبروجكت بالمشروع او حاجه بالمره في الاسبوع، فهدول انا اقدر اكسب خبراتهم اذا احتاج خبره يعني كبيره، احتاج خبرتهم او استشارتهم اذا كان اقدر اعملها بالاسبوع او باليوم او كذا، لكن احتاج شخص عندي ادفع له راتب يمكن ساعتها اشوف انه اقدر اعمل بالانس بارت تايم، ممكن يكون يعني جدا مطلوب او دوام جزئي، يعني دوام جزئي او زي ما قلت لك حسب المشروع. فهذه من الاشياء اللي ممكن برضه الشخص اللي بيعمل المشروع يفكر فيها. طبعا هو ذاته هو نفسه لازم يكون عارف ايش بيسوي عشان هو لا ينكب المشروع نفسه، يعني اذا هو ما هو عارف ايش هذه ولا هو فاهم، ولا اول شيء يثقف نفسه يقرا في مجال العمل، في تدريبات كثيره الدوله بتقدمها للمشاريع الصغيره هذه يعني من المؤسسات اللي موجوده، فيدور ويعلم نفسه عشان لما يجي الشخص اللي حيشتغل معاه يقدر على الاقل يتفاهم، يعني مو هو يكون صاحب ينكس الشغل يعني. صحيح. طب دكتوره يعني لو مثلا خلينا نجيب يعني جزئيه مره مهمه، هل ممكن استبدال اشخاص بالتكنولوجيا؟ يعني مثلا في اشخاص بالماركتينج عشان انا اخفف التكلفه عليا، السوشيال ميديا قوم انا اشتغل كصاحب عمل اشتغل على السوشيال ميديا، عندي بقدم ليتس سي كب كيك مطعم او سيارات او فاشن او whatever، بدل ما اجيب فريق عمل يعني للماركتينج مثلا استخدم انا بيدي السوشيال ميديا بحيث انه انا ما تكون تكلفتها علي، يعني زي ما تقولي توفر علي موضوع الماركتينج والى اخره، هل ممكن التكنولوجيا توفر علينا؟ طبعا هي فكره ممتازه وفكره مطروحه، يعني التكنولوجيا اكيد ممكن توفر بعض العناصر في ظل التطور الفظيع يعني اللي احنا شايفينه في الايام هذه، الايام دي اللي ما يعرف التكنولوجيا او حتى اساسيات الكمبيوتر او السوشيال ميديا يعتبر شخص يعني جاهل. ما شاء الله شبابنا اليوم هذه الصفه ما هي موجوده فيهم، كلهم
يعني مطلعين على التكنولوجيا بتطوراتها بالذات في السوشيال ميديا. فإذا كان لسه شغل صغير فالتسويق ممكن يتم فعلا زي ما قلتي عن طريق السوشيال ميديا هذه، سواء حط منتجات وإذا كانت كب كيك على الإنستغرام، لو عمل بعض التحديثات على الفيسبوك، فكده هو بيجذب الناس وفي نفس الوقت هو عمل تسويق. لو يقرأ شوية كمان مثلا في مبادئ التسويق يستشير الناس، فهذه كمان حتساعد كثير كثير شغله. أكيد أكيد. طب إيش نصيحتك الأخيرة للشباب المقبلين على أعمال حرة أو منشآت اللي حابين أنهم يعملوا البزنس الخاص فيهم؟ قبل ما أدي النصيحة حقيقة للأصحاب اللي هو الشباب أو الشابات، أحب أن أتكلم عن المؤسسات اللي موجودة في الدولة الداعمة. عندنا مؤسسات كثير مهتمة بالقطاع المشاريع الصغيرة، لأنه معروف عالميا أنه المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي اللي بتقوم عليها الناتج المحلي للدول، فهذه جدا مهمة وهم مهتمين بها حقيقة. يعني في مؤسسات كثيرة زي الغرف السعودية، صندوق تنمية الموارد البشرية، في صندوق التنمية الصناعي السعودي، في عنده برنامج اسمه كفالة، في برنامج ثاني اسمه بادر، ففي برامج كثيرة موجودة والسوق موجود. فحتى هدول الشباب لما مو لازم ترى كل شيء هم يسووه، هم ممكن يلجأوا لهذه المؤسسات الحكومية اللي عاملاها الدولة وتقدر تمول تستثمر حتى في الاستشارات بتوفر عليهم. ممكن هم عن طريق الشركة المؤسسات هذه هي اللي تسوي لهم الاستشارات عن طريق ناس مهنيين زي ما قلتي بروفيشنال، وبنص التكلفة النص الثاني بيدفعها نفس المؤسسة. تمام. فهذه جدا مهمة إنها تكون موجودة، بس هي المشكلة إيش مشكلتها؟ إنها مبعثرة، يعني كل مؤسسة لوحدها. أكيد. فتوحيد هذه الأشياء وجعلها في مكان واحد ويكون جهاز واحد مسؤول عنها بيكون يعني كثير يخفف العقبات الموجودة للشباب والشابات. بإذن الله. الشباب والشابات دائما يكونوا طموحين ويدوروا على المعلومة ويحاولوا يشوفوا إيش الجديد في يعني عالم القوانين عشان لا يكون يعمل شيء يعني ما هو مزبوط. أكيد. شكرا لك دكتورة غادة ويعطيك سهل. ألف عافية. تسلمي. الله يخليك. شكرا على الاستضافة. شكرا لك. إذا مشاهدي الكرام بعد هذه الفقرة ما زالت فقراتنا بسيدة مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في الجميلة مجلة الأزياء الأولى والجمال، الجميلة هي أنت. في سيدتي بعد الفاصل جرعة بساطة التسريحة دون التنازل عن أناقتها.